وبأولى فقراتنا سلمى رح نحكي عن الكاريزما، قديش هي مهمة أيا كان موقعك بالحياة، سواء عن الصعيد الشخصي أو المهني، بغض النظر عن أهدافك وطموحاتك. الكاريزما هي واحدة من أهم وسائل النجاح على الصعيد الشخصي والمهني، من العوامل الأساسية اللي بتتيح لك الفرص وبتستحوذك لجلب الانتباه وتقديم آرائك وأفكارك بصورة جميلة. الكاريزما وأهميتها، لنتحدث عنها أهمية الكاريزما في مجالات الحياة، معنا الأستاذة ولاء لحلح وهي الاختصاص في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك وصباح جميع المتابعين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك بالبداية وصباح جميع المتابعين. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي أكثر. اليوم الكاريزما مفهوم يمكن شعبيا ما كتير موضح، ما كتير معروف. اللي بنعرفه أنه هذا شخص عنده كاريزما معناته شخص عنده قبول، هل تعني الكاريزما فقط القبول؟ تمام. هلا بالنسبه للكاريزما هي مو بالضروره انه تعني فقط القبول، لكن هي جزء، يعني جزء صغير من الكاريزما انه قبول الاخرين، تقبل الاخرين وكسب محبه الاخرين. الكاريزما اساسا هي كلمه لاتينيه وتعني جمال الروح، يعني الانطباع الاول والنظره الاولى والحركات الاوليه يلي بتظهر من الشخص ليقدر يكتسب محبه الاشخاص الاخرين، يلفت انتباههم، سحر الانجذاب له. فهي بكل اختصار فينا نعتبرها أنه الرد الفعل الأولية للشخص من خلال حركاته، من خلال السحر يلي عنده، طريقة كلامه، طريقة أسلوبه، ليقدر يكتسب محبة الآخرين، يجذب انتباههم. فمثل ما تفضلتي الكاريزما ممكن تخليك أنه أنت تحت الأضواء تجذب انتباه الناس لإلك، وهي من أساسيات الشخصية القيادية. يعني اليوم الشخص اللي عنده كاريزما حلوة، اللي عنده شخصية قوية، فهو بالتالي كثير ممكن يكون شخص قيادي، شخص إداري، قادر يقود الآخرين. هلأ بالنسبة للكاريزما، ففي أشخاص بيتبعوا كاريزما معينة من خلال أسلوب الكلام أو طريقة الكلام أو الرياكشن اللي بتظهر مع الكلام، وفي أشخاص تانين بالعكس تماماً بيعتمدوا كاريزما الهادئ، كاريزما الشخص الرزين، يعني من خلال الصمت، الإنصات، الاستماع للآخرين مع إظهار ردات فعل تتناسب مع الحديث، تعني القبول، تعني الموافقة، تعني أنه أنا عم استمع إليك بشكل كتير جيد. فبتختلف قوة الكاريزما من شخص لشخص تاني طبعاً حسب اهتمامات هذا الشخص وحسب خبرات وقدرات هذا الشخص. صحيح. خلينا نحكي عن عناصر الكاريزما. شو هي عناصر الكاريزما؟ مثل ما بنعرف في عناصر داخلية وعناصر خارجية. تمام. هلأ عناصر الكاريزما، فنحن لحتى يكون في عنا كاريزما حلوة لازم يتوفر عنا ثلاث عناصر، هي قوة الحضور رقم واحد. فأنا لما يكون عندي حضور جميل، حضور قوي، بالإضافة لقوة الشخصية، بهي قوة الحضور من خلالها أنا بقدر اكتسب ثقة الناس، بقدر أظهر للناس أنه ينتبهوا ويركزوا معي من خلال حديثي. العنصر الثاني اللي هو قوة الشخصية، يعني الثقة بالنفس أو حب الذات. أنا إذا كنت واثق من نفسي وواثق من معلوماتي، فبالتالي رح تظهر علي هي الثقة بالنفس، والأشخاص الآخرين رح يقدروا يشوفوا أنه هذا الشخص واثق من نفسه من خلال نبرة صوته، من خلال طريقة كلامه، من خلال الأفكار اللي عم يطرحها. فالكاريزما ولغة الجسد هن عنصران مترابطان مع بعض. ما فينا اليوم نقول عن شخص عنده كاريزما حلوة أو شخصيته كاريزمية إذا ما كان متقن بعض من مهارات لغة الجسد. أما بالنسبة للعنصر الثالث اللي هو المودة واللطف، يعني ما فينا نقول عن شخص عنده كاريزما حلوة إلا إذا كان بيعامل الناس بود، بلطف. في أمور ممكن نتصنعها، ممكن تكون مزيفة، ممكن نظهرها عكس الشيء اللي عم نضمره داخليا، لكن اللطف والمودة ما فينا نتصنعها. فهيك عنصر اللطف هو من أهم العناصر ومن أهم الأساسيات من عناصر الكاريزما. فنحن نحاول نتعامل مع الآخرين بكل لطف، نتقبل مشاعرهم، نحترم مشاعرهم، ونبتعد قد ما فينا عن السخرية، عن التنمر يلي للأسف عم نشوفه بشكل كتير كبير هالأيام. وهدول العناصر الثلاثة مرتبطين ببعض، يعني أنا ما فيني أتمتع بقوة الحضور وتكون شخصيتي ضعيفة، ما فيني أكون أتمتع بقوة الشخصية أو أكون إنسانة لئيمة مثل ما نقول بالعامية. فالعناصر الثلاثة مترابطين مع بعض لحتى نقول عن شخص له كاريزما حلوة، له كاريزما جذابة، قادر يلفت انتباه الناس لإله. أكيد. طيب أستاذة ولاء، وأنت عم تحكي عم تقولي إنه في بعض الصفات بتكون موجودة بالشخص أصلاً مثل اللطف والمودة والمحبة، وفي شغلات تانية ممكن يتدرب عليها. فينا نقول إنه الكاريزما ككل هي مكتسبة، يعني بيقدر يتدرب الشخص عليها، أم فطرية؟
تمام. هلا بالنسبة للكاريزما، في أشخاص بيعتقدوا إنه هي جينية أو فطرية، نقول هذا الشخص من لما خلق من نشأته له هذا مقبول ومحبوب، له هي الكاريزما الحلوة. بالعكس تماما، الكاريزما مكتسبة من خلال خبرات الحياة، من خلال مهارات الحياة. يعني الحياة هي أكبر مدرسة بالنهاية، فبالتدريب وبالتدريج فينا نكتسب هاي الكاريزما، نتعب على حالنا أكثر، نشتغل على حالنا، نقوي خبراتنا. يعني في مقولة بتقلك أعرف القليل عن كل شيء وأعرف الكثير عن شيء معين. فنحن بنقدر نكون أشخاص صاحبين كاريزما حلوة من خلال مثلا الخبرات الكافية والمعلومات الكافية. في أشخاص بيقولوا لك لا، هذا شخص رياضي، هذا مثلا بطل بهي الرياضة المعينة، كمان ممكن مع الوقت يكتسب الكاريزما. وكمان في أشخاص من الثراء الفاحش، هذول اللي بيحبوا صور الثراء الفاحش، المباهاة، الجخ الزايد مثل ما بنقول بالعامية، فهن كمان قادرين يكتسبوا صفة الكاريزما. أما الكاريزما هي مكتسبة أبداً، ما أنا فطرية، من خلال التدريب المستمر. أكيد مو بين يوم وليلة شخص حيكون ضعيف الشخصية، قليل الثقة بنفسه، رح يتحول لإنسان كتير كاريزمي، يقدر يلفت انتباه الناس لإله بالتدريج وبالتدريب المستمر. بس في ناس هي من الأساس بتكون عندها كاريزما قوية، يعني تمام، هون بترجع للشخصية ولبنية العائلة نفسها. يعني الطفل خاصة مرحلة الطفولة، فأنت عم تأسسي شخصية هذا الطفل، إما تكون شخصية قوية، شخصية ناجحة، شخصية قادرة على الاندماج مع المجتمع، مع الأشخاص الآخرين، أو عم تكوني طفل ينشأ نشأة غير سليمة ببيئة مليئة بالمشاكل مثلاً أو فيها بعض المشاحنات. بالتالي هذا رح ينعكس سلباً على شخصية هذا الطفل، وللأسف ما بيترجم بمرحلة الطفولة، هو بيتخزن بنفسية الطفل، بيتخزن بالعقل الباطن. لأنه الطفل بالمراحل الأولى من عمره فهو عنده القدوة الأولى الأم والأب. أي انطباع، أي تصرف من الأم والأب فهن الصح، هن المثال الأعلى. فنحن بس أسسنا الطفل تربية صحيحة، بيئة مناسبة، بالتالي هذا الشيء رح ينعكس على شخصيته بفترة المراهقة ومراحل تانية من عمره. هلأ بعض الأشخاص المشاهدين ممكن يقولوا إيه كلنا عنا مشاكل، ما اختلفنا، بس عزيزتي وعزيزي اللي عم يسمعوني، حاولوا تخلوا هالمشاكل بعيدة عن الطفل، لأنه هذا الطفل ذاكرته دقيقة 100%. لما بيحفظ أول مشهد ماما وبابا عم يتخانوا، لما بيحفظ ثاني مشهد مثلا تعرض لتعنيف إن كان لفظي أو حتى مثلا أمه ضربته لأنه كسر صمدية مثلا، فهذا الشيء رح يتخزن بشخصيته، رح يؤدي لعدوانية، رح يؤدي لردات انفعالية، بالتالي رح يؤدي لانعزلة. يعني ممكن نلاحظ طفل بعمر 6-7 سنوات بيجي ضيوف بتقلك ابني ما بيقعد مع الناس، طب شو السبب؟ ما انت وابوه السبب. لما عم تقمعيه، لما ما عم تخليه يعبر عن رأيه، لما ما بصير كل شيء غلط، انت لا، انت ما بصير، انت عم تقمعي هاي الشخصية، بالتالي عم تأسس الشخصية ضعيفة، شخصية محبطة، شخصية غير قادرة على الاندماج مع المجتمع. وحتى هالشي بيترجم بالمدرسة، يعني بتلاحظي الطفل بالسنوات الأولى من عمره بتلاقيه قاعد لحاله، حتى بالباحة طلعوا على الفرصة منعزل، كمان قاعد لحاله، ما بيجاوب إلا إذا الأنسة قالت له تفضل أنت وقف وجاوب. يعني في انطوائية، في انعزالية، وكمان هاي الانطوائية والانعزالية رح تترجم بفترة المراهقة ويكون شخص عديم المسؤولية، ضعيف الشخصية، غير قادر على مواجهة الحياة والتعامل مع الأشخاص الآخرين. خلينا نحكي عن صفات الشخصية الكاريزمية، شو اللي بتميزها؟ تمام. هلا بالنسبة لصفات الشخصية الكاريزمية، مثل ما ذكرنا بالتعريف، فالشخص الكاريزمي اولا بده يكون واثق من نفسه، لانه الثقة بالنفس هي من اهم الصفات. هي اهم شيء. تمام. وحب الذات، انا لما بحب ذاتي وبسعى لطور من ذاتي، يعني فرضا نحن نخصص كل يوم من وقتنا لو 10 دقائق لنتعلم شيء جديد بحياتنا، ممكن كلمات جديدة من غير لغة، ممكن معلومات مفيدة، ممكن معلومات عامة، يعني نعطي وقتنا من وقتنا بس 10 دقائق نطور من حالنا، نزيد من خبراتنا. كمان رقم 2 من الصفات الشخصية الكاريزمية اللي هو احترام الآخرين والتعامل مع الآخرين بلطف وود. أنا لما بكون شخص محترم، يعني من الطبيعي إذا شخص قدامي مثلاً عم يضحك يمزح أنه أرسم ابتسامة خفيفة أقل ما في الأمر، فأظهر ردات فعل تتناسب مع الحديث اللي عم ينحكى فيه. كمان استخدام لغة الجسد، لغة الجسد كتير مهمة ليكون عندنا كاريزما حلوة. لما أنا بكون متقن مهارات لغة الجسد، لما بكون عندي معرفة لو سطحية عن لغة الجسد، فبالتالي أنا رح أظهر ردات فعل بجسدي، بحركات الإيدين، بحركات الرجلين،
تعبر انه انا مستمع معك، انه انا معك بهذا الحديث اللي عم تسمعه. كمان رقم ثلاثة الاستماع والانصات. يعني انا ما فيني يكون شخص عم يحكي اجي قاطع او اقول له لا كلامك مو مزبوط، فيني انا هز براسي هيك هزه خفيفه او رسم ابتسامه خفيفه بحيث يفهم الطرف الاخر انه انا معك بالحديث. كمان من صفات الشخصيه الكاريزميه انه هو بتلاقيه عنده قوه شخصيه. يعني في اشخاص وين ما راحوا بتقولي لهم حضورك لفتني، ما بعرف لما بشوفك فورا بتنرسم على وش الابتسامه. فالاشخاص الكاريزميين هن دائما متفائلين، دائما بشوشين، دائما بيكون عندهم ايجابيه عاليه، بحاولوا ياثروا على الاخرين بهي الايجابيه. طب الصوت والشكل لهم علاقه بالشخصيه الكاريزميه؟ نبره طبعا. الصوت هي نبره الصوت والشكل او باقي حركات لغه الجسد هن من خلال اداء حركات لغه الجسد المناسبه. يعني مثلا نبره الصوت، فنحن لا تكون نبره الصوت كثير عاليه ولا كثير منخفضه. يعني في ناس بحياتهم بتضطر نقول لهم شو قلت؟ معلش تعلي صوتك، شو حكي؟ هذا نبرة الصوت الضعيفة بتدل انه هذا الشخص ضعيف الشخصية وقليل الثقة بالنفس. اما نبرة الصوت العالية كمان بتدل على التحدي، بتدل على الغرور، انه هذا الشخص شايف حاله لحتى عم يعلي صوته ليخلي الناس كلها تتطلع عليه. فنبرة الصوت يفترض انه تكون تتناسب مع الحديث، بالإضافة طبعاً لتعابير الوجه والرياكشن بالإيدين، كمان حركات الرأس. يعني لغة الجسد كلها مترابطة مع بعض. لهيك بنقول دائماً خير الأمور أوسطها. يعني ما يكون يبين أنه هو ضعيف الشخصية أكيد. ولا يبين أنه هو مثلاً متكبر أو شايف حاله مثل ما قلتي. طب خلينا اليوم نحن عم نحكي عن صفات الشخصية الكاريزمية. هذا الشخص بشكل عام اللي عنده كاريزما ومتقن لأدواتها وبيعرف يستخدمها، قديش بتفيده بالحياة وشو المجالات؟ كيف بيتغير حياته بشكل عام؟ هلأ الكاريزما كتير مهمة بوقتنا الحالي، يعني بتفيد الأشخاص بحياتهم المهنية، بحياتهم مع الأصدقاء، بعلاقاتهم الاجتماعية، فهي من الأساسيات صارت بوقتنا الحالي. نحن بعصر الحضارة وبعصر السيفيلايزيشن، يعني من الضروري أنه نواكب هذا العصر، نواكب هاي الحضارات وهذا التطور يلي عم يصير. فأهمية الكاريزما بتجي أولاً إذا بدنا نحكي من ناحية العمل، من ناحية الحياة المهنية. أنت عم تكون فرص عمل أكثر لحياتك. كمان الشخصية الكاريزمية هو ممكن يكون شخص قيادي قادر أنه يدير مجموعة أو مؤسسة أو شركة معينة. كمان من ناحية العمل الكاريزما هي بتخلينا نحاول نتخطى الصعوبات، نتخطى العقبات اللي ممكن تواجهنا لنقدر نوصل للنجاح. لأنه مثل ما ذكرنا الشخص الكاريزمي هو شخص متفائل، هو شخص إيجابي بالمجمل. فأنا لما بكون إيجابي بتواجهني مشكلة ضمن العمل فبدور على الحلول، ما بقعد بحط إيدي على خدي وبستنى فرج الله، فبدور على الحلول المناسبة لحل هي المشكلة. فمن هون بتجي أهمية الكاريزما. لهيك كتير ضروري بالتدريج وبالتدريب يوم بعد يوم نكتسب بعض مهارات الكاريزما لنقدر نتقنها بشكل عام، إن كان بعلاقاتنا الاجتماعية، إن كان بحياتنا المهنية، وحتى يعني بنلاحظ كلنا ضمن بيوتنا تصرفاتنا مع عائلتنا، مع الأم، الأب، الأخوات، الزوج، غير تصرفاتنا قدام الضيوف مثلاً. صحيح. لو هدول الضيوف من الأقارب، لو الجيران مثلاً، هون بتجي الكاريزما. أنه أنا إجاني ضيف، لا لازم يكون مظهري حسن، كلامي موزون، نبرة صوتي حلوة، ابتسامي خفيفة. يعني هي الانطباع الأول والنظرة الأولى اللي بتطلع من الشخص ليقدر يلفت انتباه وانجذاب الآخرين. طيب نحن حكينا شوي عن الكاريزما واكتسابها، وهي هي صناعتها. إذا في شخص ما عنده كاريزما نهائيا مثل ما حكينا قبل شوي، خجول انطوائي، حتى لو بالبيت قدروا الأهل يساعدوا، كيف ممكن برا يتدرب على هذا الموضوع؟ أو في شيء معين ممكن يتدرب من خلاله؟ تمام. هلأ الإنسان أكيد بيقدر يكتسب الكاريزما، لأنه هي الكاريزما مكتسبة وليست فطرية. ففي بعض النصائح ممكن نوجهها، بعض الخطوات يتبعوها الأشخاص بتساعدهم ليكونوا كاريزما جذابة وشخصية قوية. مثلا واحد، نركز على نقاط الضعف بشخصيتنا. يعني أنا مجرد ما أعترف أنه أنا ضعيفة بهذا المجال، أنا شخصيتي ضعيفة فرضا بمواجهة الجمهور أو بالأشخاص الآخرين، أو إذا شفت مجموعة ناس كتار أو شيء أنا انعزالية، فبدي أدرب حالي وأعترف أولا بنقاط الضعف اللي عندي وأستبدل نقاط الضعف بنقاط قوة. هالشي بيساعدني كتير لكون كاريزما حلوة. رقم اثنين مثل ما ذكرنا الاهتمام بالمظهر العام، مو بس باللبس. أنت بدك يكون وجهك حسن، ابتسامتك خفيفة، تتعامل مع الآخرين بلطف وبمودة. كمان من بعض الأمور اللي بتساعدنا لنكون كاريزما اكتساب الخبرات.
أو زيادة المعلومات. فنحن فينا مثلا أنا أقوي حالي شو اختصاصي شو مجالي بالحياة، حسب مجال بقوي حالي ضمن هذا المجال ضمن هذا الاختصاص. كمان بنقدر نكون كاريزما من خلال توطيد العلاقات الاجتماعية، يعني أنا ما فيني يكون شخص عندي كاريزما حلوة وأي مثلا رفيقة بدي أقول لا ماني طالع معكم ما بدي روح ابعد عن الآخرين. أنت مجرد ما أخذت خبرات أخذت اجتمعت مع الناس الآخرين فأنت عم تكتسب عم تاخذ منهم وعم تعطيهم. ونحاول قد ما فينا نتقرب من الأشخاص الإيجابيين، لأنه دائما الأشخاص الإيجابيين بالتالي بيعطي هذا الأمر راحة نفسية للشخص، فلما بيعطي قوة شخصية يعني بعد شوي عن الخجل بعيدا عن الأشخاص المحبطين. أكيد أكيد. ونحاول نعزز الثقة بالنفس، نحب ذاتنا ونتقبل ذاتنا مثل ما هي، ونسعى لنطور هي الذات، نتدرب على مهارات لغة الجسد، لو بعض الإشارات والحركات الأولية والمعروفة لدى الجميع. أكيد. طيب ونحن عم نحكي يعني مجالات الحياة متنوعة، يمكن أكثر شيء الناس بتحب أنه هي تقوي نفسها فيه هو علاقتها مع الآخرين وعلاقتها بالعمل، قد مهم أنا يكون عندي الكاريزما المناسبة والمطلوبة بهدول المجالين، وهل في قواعد معينة أنا بقدر أحكم من خلالها أنه أنا قدرت أوصل لهي الكاريزما المطلوبة أو لا؟ تمام. هلا هي الكاريزما مثل ما ذكرنا بالتدريب وبالتدريج. فأنا فيني أظهر الكاريزما، مثلا أنا شخص ما عندي كاريزما، أنا شخص ثقتي بنفسي قليلة، أو أنا شخص ضعيف الشخصية، ففيني أظهرها مثلا أعتبر أنه في ناس قدامي، أو ممكن أتدرب قدام المراية. كمان تمرين التدريب أمام المراية هذا كتير بيساعد الأشخاص أولا لتقوى شخصيتهم. أنا لما بوقف قدام المراية فأنا عم راقب ردات فعلي، عم راقب حتى حركات الوجه تعابير الوجه. بالتدريب يوم بعد يوم لنقدر نتخطى نقاط الضعف، لنقدر نتخطى الأمور السلبية اللي عنا، لنقدر من خلال هاي الحركات من خلال هذا التدريب نندمج مع الآخرين بالطريقة الصح ونتواصل اجتماعيا. نبلش بالعائلة بعدين الأقارب بعدين الأصدقاء لنقدر نندمج بسوق العمل. فهي الاحترام والمودة واللطف هن من أساسيات الكاريزما، والمفروض أن نتبعهم كنهج حياة كأسلوب حياة. أنا مو بس مع الناس بشغلي أو مع الأصدقاء أكون حدا لطيف حدا محترم، لا خلينا بالمجمل نكون مكتسبين هاي الصفات الحلوة لحتى هي تطغى على الصفات اللي كانت عنا من قبل وتصير عادة عنا، يعني تصير ما في داعي نتصنع هي الكاريزما أو نتصنع هدول الحركات إنه أنا شخصيتي قوية. خلاص نندمج نحن وهي بتصير جزء من شخصيتنا. تمام. بتصير جزء من الشخصية وبتصير عادة وبتصير من السهل يعني إنه أظهر هي الكاريزما اللي عندي، أو أقدر أجذب الناس لكلامي لأسلوبي للحديث اللي أنا عم أحكي فيه. أحيانا بيكون الشخص عنده شوية خجل أو ضعف شخصية فينا نقول، بس أحيانا المحيط اللي حواليه الأشخاص السلبيين أو مثل ما قلنا من شوي المحبطين بيأثروا عليه أكثر، كيف لازم هو يبعد عنهم لحتى يقدر ينمي هي الكاريزما عنده؟ تمام. هلا بالنسبه للاشخاص السلبيين فهنا موجودين بكل مكان اكيد للاسف، يعني موجودين وبكثره. فالاشخاص السلبيين نحاول قد ما فينا نبعد عنهم، اذا طبعا هن ما بيقربونا او ما لهم قرابه من الصله الاولى فنحاول نبعد عنهم. كلامهم السلبي ما ناخده بعين الاعتبار، يعني بالعاميه المشكله في ناس بتتاثر بالكلام السلبي كثير بنطنش يعني نعمل حالنا مو سمعانين. في حال ما فينا نقدر نبعد عنهم هدول الاشخاص السلبيين هن مثلا من عائلتي، فانا بحاول قد ما فيني انه خليهم يكونوا ايجابيين، يغيروا نظرتهم بالحياه، اعطيهم جرعه امل جرعه تفاؤل. اذا ما قدرت فانا اكثر ما هنالك فيني قدام هدول الاشخاص السلبيين أعطي ردة فعل تتناسب مع الشيء اللي عم يحكوه، بس بيني وبين حالي ما أخذ الكلام بعين الاعتبار ولا اسمح لسلبيتهم تأخذ مساحة من عقلي الباطن، لأنه بس أخذت مساحة هي السلبية من عقلي الباطن رح تترجم كأفعال وكردات فعل. صحيح. أكيد أكيد. بالختام بدنا نتشكرك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لحضرتك.